الأستاذ حسام زناتي حصل إنه هو اتكلم في موضوع مهم جدا جدا لازم نقف عنده. فمش بس لازم نقف عنده، ده كمان يعني موضوع مثير غير طبيعي، وما تفجرش ان يكون في عقوبه بدون لائحه، وان الانديه عليها انها تتخذ الخطوات، ولو ما تتعاقب ما تسالش انت تتعاقب بكام، انت ونصيبك بقى. جالك العقوبه 50,000 او جالك العقوبه 100,000، ده تعرفه بعد العقوبه. ده كلام، الكلام ده مش كوميدي، الكلام ده مش احنا اللي بنقوله، الكلام ده بالفعل اتقال. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين كيف عاقب اتحاد الكره الجميع بدون نشر لائحه لجنه الانضباط اللي سال عنها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال انها ما وصلتناش لغايه دلوقتي. بالظبط. نادي في مسابقه ما جاتلوش لوائح او معايير العقوبات في لجنه الانضباط. خلينا نحكي للناس الحكايه بشكل واضح. لما كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما اسامه بيقول لكم قال ان لجنه الانضباط او الاتحاد المصري لكره القدم ما ارسلش ليه اللائحه الخاصه بالعقوبات، خرج استاذ حسام الزناتي في حوار مع موقع جمهور النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، اتكلم في فكره ان انت كنادي مش معني بفكره العقوبه، وده كلام غريب جدا وفي منتهى الخطوره. انت كنادي مش معني بالعقوبه، انما معني بفكره انك ما ترتكبش الخطا، بمعنى انك لو مدير فني ما حضرتش بعد المباراه المؤتمر انت مالكش دعوه العقوبه هتكون قدرها ايه، انت لك علاقه انك فقط اخطات. وده ميزان بيفتح حاجه غريبه جدا لكل الانديه، ان انت كنادي ممكن فجاه تلاقي عقوبه بتتوقع عليك وانت مش عارفها، وده اصلا شيء حتى اللي فاهم قانون ما ينفعش يحصل. انت لازم بتكون عارف العقوبه، لان من امن العقاب اساء الادب. وده كمان بيفتح باب مهم جدا للتلاعب بفكره يا احمد اللي احنا كنا بنتناقش فيها، ان انت كنادي انا صدرت عقوبه، انا كنادي اخر مش عارف اضمنها منين، هل دي العقوبه اللي كانت انا اضمن منين لما انت تيجي تقول لي عقوبتك 100,000؟ طب انا اضمنها منين؟ الحاله الوحيده اللي احنا نقدر نحط فيها ميزان للعقوبه ونقدر نفهمها لما تكون عقوبه مشابهه، زي ما مثلا عملت عقوبه على شيكابالا 100,000 جنيه او 50,000 جنيه، عملتها على حسام عاشور ورمضان. طب في عقوبات تانية هنعرفها منين؟ زي ما تجاهلت مثلا عقوبه طارق حامد اللي كان عنده انذار لسوء سلوك، واحنا ما نعرفش اللائحه بتنص على ايه، هل هي من مرتين لاربعه زي الموسم الماضي، ولا زي ما انت غيرتها وبقيناش عارفين اللائحه ايه بالظبط. فموضوع حتى سؤالك ان الكلام ده بيدور في الفيفا او في الكاف، لا، الفيفا والكاف الموضوع مختلف وبيعرضوا لكل اللوائح. لو الاول ده الشيء الاول بتاع التفسير بتاع انا ما قلتش العقوبه لسه ما ارسلتهاش للانديه وهرسلها، اذا كان ده خطا فالتبرير خطيئه. اللي اتقال بقى في كتبرير، لا انت كانديه انا مش هرسل لك العقوبه. ليه؟ لان او مش هرسل لك اللائحه. ليه؟ لأن الفيفا نفسه ما بيعرضش لوائحه، والأندية الخاصة بالعقوبات ما بتقدرش تكون عارفة العقوبات بتاعتها، إنما بتلاقي لما القرار بيطلع. الكلام ده مش حقيقي. الفيفا لو دخلت على الموقع الخاص بيها هتلاقي دي اللي معروض على الشاشة، دي اللوائح الخاصة باللجنة الانضباط والعقوبات من 74 صفحة. ال 74 صفحة فيهم كل ما يتعلق بالعقوبات. فحضراتكم قدمتوا نفسكم لينا كناس محترفين، احنا كان عندنا تحفظات في البداية ان احنا الاشخاص ما كانش لها سابقة معروفة بالنسبة لنا نقدر نقيمهم، فتقال والله استاذ حسام الزناتي كان مع كابتن محمد فضل في بطولة الامم الافريقية وهو محترف ومطلع. هل ده اطلاع؟ هل ده احتراف؟ انا بتكلم في نادي بيلاقي عقوبه ومش عارف عقوبته ايه. في مشهد للفنان العظيم عادل امام، اصحوا موسم صيد البط بدا، انا حاسس اصحوا موسم العك من اتحاد الكوره بدا. اللجنه المحترفه يعني نتمنى يكون في احترافيه. احترافيه وموسم صيد البط ينتهي سريعا. الاحترافيه دي بتيجي مع اعلان مصطفى مراد فهمي عن كتاب والده كان كاتبه سنه 54 55. الكتاب محطوط فيه، ايوه بالظبط، محطوط فيه الدوري هيبدا امتى والاسابيع امتى ومين هيلاعب مين وهيخلص امتى. ده كمان ايه الحكام اللي هيحكموا المباريات دي، كل مباراه متسكن ليها حكم، ده سنه 54 55. ولكن هو واضح كده ان الافه هي افه الانتماء، بعض الانتماءات او بعض الناس اللي بيقعوا تحت سيطره الانتماء ممكن يدمروا اي شيء احترافي. حتى في موسم 54 55 في سابقه برغم النظام اللي محطوط ده، لكن سابقه حصلت الغت بطوله او مسابقه الدوري، وهي مباراه الاهلي والترام اللي كان الحكم حسين امام واللي كان حامل الرايه حلمي زاموره. حصلت ازمه في المباراه، حلمي زاموره كان شايف او كابتن حلمي زاموره كان شايف ان في لاعب من الاهلي لازم يطرد،
كابتن حسين امام حكم المباراه اللي هو زملكاوي بالمناسبه كان شايف ان هو يستحق الانذار. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-1، يسكت بقى كابتن حلم زموره؟ لا، يروح وهو سكرتير لجنه المسابقات يقدم شكوى في حسين امام الحكم، ويحاول ان هو يعيد المباراه ويصدر قرار من لجنه المسابقات باعاده المباراه والنادي الاهلي يعترض. المهم الازمه دي ترسى في النهايه ان يتم الغاء الدوري اللي محطوط نظامه من 54 من اول الموسم بسبب ميول وبسبب انتماء. البعض بيقول ان اللجنه دي جايه قدامها سنه فقط لا غير، وجايه بتقدم نفسها بشكل احترافي، لكن رساله او همسه كده في اذن الاستاذ عمرو الجهيني، اخشى ما اخشى ان يكون الانتماء او الميول يؤثر على قراراتك. انت صحيح مش هتخش انتخابات اتحاد الكره، لكن انا خايف يكون الميول بيكون بيغازل انتخابات انديه او انتخابات اخرى غير اتحاد الكره. احنا في بدايه الاختيار قلنا عندنا تحفظات، ولكن ما زلنا بنلتمس حسن النيه، وما زلنا بنؤكد ان ممكن قوي نحيد عن الخطا الحاصل ونرجع للطريق الصحيح عشان تكون المسابقه بتدار بشكل احترافي. على فكره النادي الاهلي كان في بيانه واضح في نقطه في حته الاحترافيه اللي احمد كان بيتكلم فيها، انا ما بقولكش انا بفسد المسابقه، انا بقول لك بشكل واضح حافظ على النظام اللي انت قلته، مباراه الزمالك تكون في ترتيبها عشان ما نرجعش ندخل في دوامه. بس تبعات قرار وبيان النادي الاهلي كانت مختلفه. الاستاذ فرج عام